السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات من كوزينتي. اليوم راح نقدم لكم وصفه قديمه من وصفاتي القديمه. هذه الوصفه هي لي ميني تارت او فريز. بعد ما حضرنا هذيك العجينه وخليناها ارتاحت، راح نحطوها في هذوك لي مول، نطالوها ونحطوها في هذوك لي مول، نثقبوها وندخلوها للفوق تطيب. كي تطيب العجينه، كي تطيب هذيك لاباط ونخرجوها، راح نعملوا هذوك لي تارت بهذه لاكريم اللي نحضرها. نديروا الحليب مع السكر على النار يغلو، وفي طبسي نحطوا حبه بيض مع لافاني والمايزينا. كي يغلي هذاك الحليب نفرغوا هذاك على هذاك الخليط غير بالعقل، نزيدوا القرفه والمزهر، نزيدوا نعطروا. بعد ما نكملوا نعمروا، بعد ما يكونوا طابوا لي تارت تاعنا نعمروهم بهذاك الخليط ونعاودوا ندخلوهم للفوق، ندخلوهم حتى ينشفوا. اذا تنشف هذيك لاكريم، بعد ما تنشف هذيك لاكريم نخرجوهم، نخلوهم يبردوا شويه، نزينوهم بهذيك لا فريز ونفرغوا فوقهم شويه عسل، نزينوهم بالعسل. شاهية طيبه. الى الملتقى مع وصفه اخرى من وصفاتي القديمه. لا تنسوا تدعيمي بلايك وتفعيل الجرس، وشكرا.